قالوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجد بعض المدربين فائدة قصوى من وضع فعاليات والسؤال عنها يعني دون شرح. هذه فعالية ستوضع على الصفحة وعلى صفحة الرابطة إن شاء الله. هي فعالية لتدريب وتحسين ما يعرف في التصويب من زوايا يعني من زوايا جانبية من زوايا واسعة يسمونها وايد أنجلز وايد زاوية عريضة يعني اللي هي ما تكون من العمق تأتي من جوانب منطقة الجذع من داخل منطقة الجذع لكن من جوانب بالحدث. هناك زاوية للعب الكرة أما الزاوية البعيدة أو الزاوية القريبة في هذا الشكل تظهر لعب الكرة إلى الزاوية البعيدة. تمرين بسيط جدا بعدين يأتي شرح المدرب يدرب اللاعب صاحب الكرة أن يصوب على الربط على هذا الهدف ثم يرجع يستلم كرة ثانية ويصوب على هذا الهدف. ووجه اللاعبين بأن التصويب يكون بالكورنر البعيد الهدف وليس القريب عن الهدف على معكس في هذه الصورة. المهم المدرب ترك الخيار للاعب الحائز على الكرة أن يصوب بالزاوية القريبة لاحظ هنا هذه الزاوية البعيدة هنا في الزاوية القريبة هنا في الزاوية البعيدة وقال لك الحرية المهم يسجل لي هدف. أنت كمدرب يعني في دورة تدريبية وعرض عليك هذا الشكل وهذا السؤال ماذا ستجيب؟ فقط أجب عن هذا السؤال بحرية مطلقة. أنت مدرب اشرح تطلب من اللاعب أن يحسن الشوت بالوايد أنجل بالزاوية أو بالكورنر الهدف البعيدة أو هاي الكورنر الهدف القريبة أم بالقريبة في هذا الشكل أم بالبعيدة يكون أحسن. فأنت كمدرب لمن تعطي درجة جيدة للفعالية في هذه الفعالية أم في هذه الفعالية أي في التصويب في الزاوية القريبة أم التصويب في الزاوية البعيدة. شكرا جزيلا نستمع للإجابة إن شاء الله.